نستكمل أحداث القصة اللي موجودة عندنا في فصل الدراسي الأول، فصل الثالث بعنوان بسمة الأمل. نربط الأحداث مع بعضها. قلنا في الفصل الثاني أن نجم الدين نجح في الخروج من الحصار في سنجار بمساعدة الخوارزمية، وطبعا بمساعدة بدر الدين الزرزاري اللي هو راح وطلب منهم مساعدته مقابل أنه هو يحقق للخوارزمية كل ما يتمنون. هنا هنبدأ نكمل الأحداث. نجم الدين بعد ما خرج من الحصار في سنجار، ذهب نجم الدين إلى حصن اسمه حصن كيفة. حصن كيفة زي ما قلنا في الكتاب على حدود التركستان. فالحصن ده طبعا هم كانوا بيحتموا فيه وقتها من الأعداء اللي موجودة، وبدأ نجم الدين يفكر في أعوانه في مصر، الناس اللي في مصر إيه أخبارهم دلوقتي. هو آخر حاجة عارفها إن الملك العادل هو أصبح الحاكم على البلاد، لكن من وقتها ما جاتش ليه أي أخبار جديدة. من هنا بدأ نجم الدين يشعر بالقلق على الناس اللي هم أتباعه في مصر، وخصوصا إن القلق ده بدأ يزيد لأن ما فيش أي معلومات جديدة عن مصر جات لنجم الدين منذ فك الحصار في سنجار وهو موجود في حصن كيفة. ما جاتش ليه أي أخبار جديدة، حتى إن وقتها كمان كان في قافلة جاءت إلى بلاد اللي هو موجود فيها في حصن كيفة بلاد الشام، وما جاش منهم أي حد لنجم الدين يقول له إيه الأخبار. وهو لسه واقف بيفكر في الكلام ده وشجرة الدر بتخفف عنه، جاء إليه الخادم أو الحاجب بيعلن قدوم، خلي بالنا من الاسم ده عشان هيمشي معانا كتير في القصة، واحد اسمه أبو بكر القماش. مين أبو بكر القماش؟ ده برضو من الشخصيات المهمة جدا في القصة عندنا. ده كان تاجر مصري يحب نجم الدين ويسعى بكل قوة لعودة نجم الدين لحكم مصر. يبقى أبو بكر القماش تاجر مصري محب لنجم الدين يسعى بكل قوة لعودة نجم الدين إلى حكم مصر. أكيد طالما أن الراجل ده جاي لنجم الدين يبقى عنده مجموعة من الأخبار اللي يحملها إلى نجم الدين واللي جاي يوصلها ليه، زي ما احنا بنقول أن الراجل ده من المخلصين أو من المحبين لنجم الدين في الوقت ده. طبعا أول ما عرف نجم الدين بقدوم أبو بكر القماش فرح فرحا شديدا، طلب من الحاجب أو الخادم أنه يدخله بسرعة ورحب بأبو بكر القماش ترحيبا شديدا. هنا أبو بكر القماش كان بيحمل مجموعة من الأخبار المهمة. أول حاجة عرضها أبو بكر القماش على نجم الدين وهي العملة الجديدة. طبعا في البداية عرض عليه البضاعة الأول عشان طبعا هو عارف ان في خونة في القصر، فعشان يبقى الموضوع ماشي طبيعي ان هو بيبيع قماش بحكم مهنته يعني، فعرض بضاعته على نجم الدين ثم عرض عليه العملة الجديدة. قال له ايه؟ قال له أرأيت يا مولاي هذا الدينار الجديد؟ انت شفت الدينار الجديد؟ مين اللي عمل الدينار ده؟ قال له ان ده دينار جديد كان عمله الملك العادل حاكم مصر، وكتب اسمه على العملة بحكم ان هو الملك بقى. كتب ايه؟ كتب العادل سيف الدين ملك مصر والشام واليمن. الراجل سيف الدين وحاكم مصر والشام واليمن، معنى كده انه بيلغي اي وجود لمين؟ لنجم الدين. طبعا لما شاف الكلام ده ظهرت على نجم الدين علامات الغضب او زي ما قلنا في الكتاب الامتعاض، وظهرت على وجه شجرة الدر علامات السخرية. يبقى أول حاجة عرضها أبو بكر القماش وهي العملة الجديدة التي أصدرها الملك العادل. جميل. وبعدين بدأ بقى يتكلم عن أخبار البلاد، وأول خبر من الأخبار اللي بيحملها عن البلد هي أخبار الملك العادل. طبعا الملك العادل هو الحاكم بتاع مصر. إيه أخباره دلوقتي؟ هل هو بدأ بقى يصلح البلاد ويرتب أحوال الجيش والكلام ده؟ طبعا ما حصلش أي حاجة من الكلام ده، لأن الملك العادل كان ملكا فاسدا، كان منصرفا عن الرعية، مش مهتم بأي حاجة في أحوال البلد، لا يهمه إلا الخمر والجواري. وده اللي كان بيهمه، بيقولوا كده أن الملك يا مولاي خلف الأسطار ووراء الجدران لا يفيق من الخمر إلا ليأخذ من أموال الدولة ويوزع على الجواري والمغنين. ما بيصرف أموال الدولة وبيضيعها على الفاضي. طيب وبعدين يبقى الملك هنا اصبح ملكا ايه؟ فاسدا. في نفس الوقت قال له ان في برضه الشعب. طب ايه اخبار الناس؟ عامله ايه دلوقتي؟ قال له ان الناس بتعيش ايام من الفرح والسعاده بعد تولي الملك العادل. ليه؟ لان الملك العادل اول ما تولى الحكم
أخذ يذبح الذبائح، بيذبح ويوزع اللحوم على الناس. فمن هنا بدأت الناس وقتها تدعو لهذا الملك. الرجل بقى بيأكلهم، طبعا الناس مبسوطة، كلت ومبسوطة وبتدعي للملك، مش هممها هل هو رجل كويس، هل هو وحش، هل يستطيع الوقوف أمام الأعداء. طبعا ده ما بيفرقش معاهم، المهم إن هم كلوا مبسوطين دلوقتي، هو ده أهم حاجة بتهمهم في الوقت ده. طيب برضو بدأ يتكلم معاه عن مجموعة من الأخبار المهمة، وكان من الأخبار دية الأمراء. ايه اخبار الامراء؟ ابو بكر القماش قال له ان الامراء في مصر فيهم نوعين. في عندنا اولا الامراء الطامعين في الحكم، ودول اللي كانوا بيسعوا بكل الطرق للاستفادة من الملك العادل. طب ومين اقرب واحد من الامراء دول؟ قال له اقرب واحد من الامراء دول كان داود امير القرق، وكان هو الامر الناهي في القصر. بمعنى ايه؟ يعني داود هو اللي كان بيتصرف في كل حاجة، وكانوا بيتقربوا، طبعا الامراء الطامعين دول بيتقربوا للملك العادل بكل ما يحب. طب هو بيحب ايه؟ قال كان يحب الخمر والجواري، طبعا كل واحد بيتقرب اللي هو عايزه من الحاجات دي. طب امال الناس المخلصين فين؟ قال له كده ان الناس المخلصين في البلاد وقتها لم يظلوا في البلاد، سابوا البلد ومشوا. ليه؟ قال ان العادل ما كانش سايبهم في حالهم، بمعنى ان هو كان بيهجم عليهم ويقبض عليهم بتهمة مراسلة نجم الدين. كان من ضمن الناس دول فخر الدين ابن شيخ الشيوخ، وده كان احد المؤيدين لنجم الدين. خلي بالنا من الاسم ده برضو، فخر الدين ابن شيخ الشيوخ، قبض عليه الملك العادل بتهمة مراسلة نجم الدين، طبعا ده ما حصلش، وحثه على السير الى مصر. يبقى الامراء في نوعين، نوع بيتقرب للملك العادل بما يحب من الخمر والجواري، ونوع تاني اللي هم المخلصين. طبعا لما عرفوا ان الملك هيقبض عليهم هربوا من البلاد وسابوها بعد ما عرفوا ان الملك هيتخلص منهم، لكنه هو قبض على فخر الدين ابن شيخ الشيوخ وحبسوا بتهمة مراسلة نجم الدين. برضو من ضمن الاخبار اللي كان بيحملها ابو بكر القماش، وده اهم خبر في الموضوع، وهو صفقة. في حد عايز يعمل صفقة مع نجم الدين، مين وليه؟ هنا قال الصفقة بين اتنين، بين الجواد مظفر الدين. طب هو الجواد مظفر الدين كان حاكم ايه؟ احنا قلنا في الفصل الثاني كان بيحكم دمشق، وبين نجم الدين. طب ونجم الدين بيحكم ايه؟ قال بيحكم الثغور في بلاد الشام. ايه مضمون الصفقة؟ قال مضمون الصفقة ان الجواد هيدي نجم الدين دمشق مقابل كيفة وسنجار. الجواد هيدي لنجم الدين دمشق مقابل انه ياخد منه كيفة وسنجار. طب هو ليه؟ هو مين الاكبر اصلا؟ قال المفروض ان دمشق هي الاكبر، فالمفروض لو هو حاكم عليها يبقى هو المستفيد، لكن هو فكر في الصفقة لانه عرف ان في الملك العادل بيخطط انه ياخد منه دمشق ويديها لمين؟ صديقه اللي هو داود. يبقى السبب في الصفقة ان العادل حب ياخد دمشق من الجواد ويعطيها لداود صديقه، او زي ما قلنا عليه الحاكم الناهي في القصر، مقابل ان يعطي للجواد الاسكندرية والشوبك وقليوب وعشر قرى في الجيزة. يبقى هو العادل هياخد دمشق من الجواد ويديله بدلها الشوبك وقليوب وعشر قرى في الجيزة، وبعت له رسالة بيقول له انه يريد ان يكون بجواره كي يستفيد برأيه. طبعا خدعة بيخدع بيها الجواد، لكن الجواد عرف ان الكلام ده كله مش هينفع معاه، فقرر ان هو يعقد الصفقة مع نجم الدين مقابل ان هو ياخد منه كيفة وسنجار مقابل اعطائه دمشق. وطبعا هنا يعتبر وافق نجم الدين على الصفقة بسرعة جدا، لان هو عارف ان دمشق زي ما هو بيقول وشجرة الدر قالت له انها تعتبر خطوة على الوصول الى حكم مصر، فليس بين دمشق ومصر او بين القاهرة الا مسافة قصيرة يسرع اليها نجم الدين وبعدها هيبقى موجود فيها. وأمر نجم الدين وقتها بالسير، أمر نجم الدين أبو بكر القماش بالعودة إلى مصر، ومعاه تعليمات للأمراء الثائرين ضد العادل، ودخل نجم الدين دمشق في
عام سنة 636 هجرية. طبعا فرح أهل دمشق بالخبر دوت لأن هم عارفين أن نجم الدين حاكم قوي هيستطيع أن يحمي البلاد، وقرر أو طلب من أبو بكر القماش أن يعود إلى مصر ومعه تعليمات للأمراء السائرين يبشرهم بقرب الخلاص، وبكده يبقى نجح نجم الدين في أول خطوة نحو الوصول إلى حكم مصر وهي الوصول إلى حكم دمشق. كده تبقى انتهت أحداث الفصل الثالث. أتمنى أن احنا نكون استفدنا. شكرا لكم.